لأن نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بالحصيلة اليومية لنتائج الترصد الوبائي لداء كوفيد 19 ببلادنا خلال هذا 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه الاثنين 11 ماي 2020. فخلال هذا 24 ساعة تم التأكيد على مخبريا على عدد من الحالات الجديدة بلغت 218 الحالة. إذن 218 الحالة جديدة، ويرتفع الإجمالي ديال الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء ليصل إلى 6281 حالة مؤكدة. هاد الحالات 218، 196 منها تم اكتشافها ضمن عملية التحرير الوبائي والكشف لدى المخالطين، أي بنسبة 90%. هذه العملية ديال المخالطين شملت منذ بداية الوباء إلى الآن 36711 ديال المخالطين، 9094 منهم باقيين تحت المراقبة الطبية. بالموازاة مع ذلك، التحريات استبعدت ما مجموعه 2838 حالة كان من المحتمل إصابتها، ولكن نتائج ديال المختبر جاءت سلبية، ويصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 62,699.